زايد فؤاد يعتبر من أشهر من قام بدبلجة أفلام ديزني، ولا يمكن أن ننسى عدد كبير من أدواره المتميزة في السينما، حيث استطاع أن يرسم الضحك على شفاه الجماهير، وما زال الجميع يتذكر ملامحه الضاحكة وابتساماته المتميزة التي جعلته يترك بصمته الخاصة في أذهان المشاهدين حتى يومنا هذا. هو شجيد الساكت والد رولا محمود في فيلم جاي في السريع مع ماجد الكدواني، وهو المأذون في فيلم عريس من جهة أمنية، ووالد شيري عادل في فيلم كلاشينكوف مع محمد رجب، وبالطبع هو وزير التموين في فيلم طباخ الرئيس، وغيرها الكثير. الفنان زايد فؤاد من مواليد 10 سبتمبر عام 1949، وليس متاح عنه أي معلومات حول دراسته وهل عمل بوظيفة أخرى قبل التمثيل أم لا، ولكن يقال أنه بدأ رحلته مع الفن في سن صغير، حيث كان أحد نجوم مسرح الطليعة الذي شارك من خلاله بكم كبير من البطولات المسرحية التي أهلته لدخول السينما بعد ذلك والتلفزيون. فقد نال فرصته الحقيقية للظهور في بداية الثمانينات عندما تخطى عامه 30، حيث كانت بدايته مع السينما من خلال مسلسل مفتش المباحث عام 1982 مع صلاح ذو الفقار وليلى طاهر، ليشارك في العام التالي بأول أفلامه السينمائية وهو فيلم الأفوكاتو مع عادل إمام ويسرى، لتتوالى بعد ذلك أعماله الفنية ويصل رصيده الفني لأكثر من 70 عملا فنيا، كان آخرهم عام 2008 عندما شارك في فيلم طباخ الرئيس. شارك الفنان زايد فؤاد بصوته في دبلجة أشهر شخصيات ديزني، ومن تلك الأدوار البارزة شخصية بومبا في مسلسل الكرتون الشهير تيمون وبومبا، وذلك بعد الفنان سامي صلاح، كما أدى دور جومبا في مسلسل ليلو وستيتش، كما قدم دور في فيلم الفأر الطباخ، وشارك بالدبلجة قبل وفاته في فيلم الفارس والأميرة في دور ملك قصة، ولكن الفيلم تعرض لمشاكل إنتاجية وعرض بعد رحيله في عام 2020. شارك الفنان زايد فؤاد في عدد من الأفلام السينمائية، ومنها الدرجة الثالثة، اوعى وشك، تحت الصفر، يام هلبية يا، سمع هس، اللعب مع الكبار، امرأة قايلة للسقوط، الإرهاب والكباب، قليل من الحب، كثير من العنف، يا دنيا يا غرامي، اضحك الصورة تطلع حلوة، الكلام في الممنوع، عمارة يعقوبيان، خليك في حالك. أما في الدراما فقدم مسلسلات منها أهلا أهلا بالسكان، حضرات السادة الكذابين، بنت سيادة الوزير، خالتي صفية والدير، عوضين وإمبراطورية عين، محامي كعب داير، للعدالة وجوه كثيرة، مباراة زوجية، العندليب. بالإضافة إلى عدد من السهرات التلفزيونية نذكر منها على الهامش، ممنوع الوقوف قطعيا، والمسلسل الإذاعي عفوا ابنتي. أما في المسرح فقدم زايد فؤاد أعمال مسرحية منها بودي جارد، الواد سيد الشغال، عالم بط بط، حدث في وادي الجن، حاجة تحير، الزوبعة، بومشيكا بوم، لعبة الحب والجنون، جوز ولوز، تكسب يا خيشة، تيجي تسيدو، نازلين المحطة الجاية. رحل الفنان زايد فؤاد عن عالمنا في يوم 11 أكتوبر عام 2008، وذلك عن عمر يناهز 59 عام، بعد مسيرة فنية مثمرة استمرت لأكثر من 25 عام. ويذكر أن الفنان الراحل زايد فؤاد متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه 3 بنات، وهما هالة ورشا وراوية، ولم تعمل أي منهما في مجال التمثيل.